أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج عيادة الصحة. في الحقيقة مرض السمنة هو من الأمراض العصرية المتعبة جدا، وكتير من الناس بتعاني من مرض السمنة، ولكن الأمر بيزداد تعقيدا إذا قلنا مرض السمنة في الأطفال. فكتير من الأمهات بيلاقوا أن أطفالهم بيعانوا من السمنة وهم مش عارفين يعملوا إيه. النهاردة هنتكلم عن مرض السمنة في الأطفال وأعراضه ومشاكله ومضاعفاته وإزاي نتجنبه وطرق علاجه. ولكن بداية اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم دكتور إسلام الزيادي، أخصائي التغذية العلاجية. منورنا دكتور. أهلا وسهلا بيك دكتور محمد. أنا سعيد جدا بوجودك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. شرف لي يا فندم. دكتور اسلام، يعني احنا عارفين ان الكبار لما بيصابوا بالسمنه نقدر نقول ان في نسبه منهم ممكن لو ظبطنا لهم الاكل شويه، عملوا شويه رياضه، الموضوع بيبقى سهل. الموضوع في الاطفال معقد اكتر من كده. عايزين بدايه نعرف يعني ايه كلمه سمنه في الاطفال، امتى الام تقول على ابنها مصاب بالسمنه؟ السمنه في الاطفال بيبقى ليها شكل واضح شويه. نعم. مقارنه بالكبار، يعني الكبار ممكن تلاحظ ان هو الجسم كله مليان، مثلا منطقه البطن والذراعين والارجل. نعم. هتلاقي كل السمنه متوزعه شويه. طبعا منهم ناس بيبقوا سمنه مركزيه في منطقه البطن، برضو بيبقى شكلهم مميز شويه او شكلهم ملفت شويه للنظر. تمام. لكن بالنسبه للاطفال دايما السمنه بتبقى في منطقه البطن اكتر شويه. تمام. يعني بتلاقي الطفل مثلا منطقه بطنه زياده عن اللزوم. يعني سمنه الطفل بتعتبر موضعيه دايما. بالظبط. يعني بتبقى موضعيه الا اذا كان في نوع تاني من الامراض يعني. نعم. بس دايما السمنه لما بتكون في طفل بيبقى دايما منطقه البطن عنده اكتر شويه. تمام. فالام بتبدا تلاحظ ان مثلا لو عنده بنطلونات مثلا او عنده اي مثلا لبس مثلا بيبدا يلبسه، بيبدا ان هو يدقق عليه زياده عن اللزوم، بالاضافه ان وزنه ما زادش. تمام. يعني بتلاقي مثلا الطفل مثلا سي مثلا وزنه 20 كيلو، وزنه 25 كيلو، هو وزنه ما زادش بس منطقه البطن تبدا تزيد اكتر شويه. فتيجي مثلا الام بتجي مثلا تشتكي، يا دكتور انا حاسه ان بطنه بس اللي بتكبر. تمام. مش حاسه ان مثلا ايده بتكبر او مثلا رجله بتكبر او اي حاجه بتكبر، بس منطقه البطن بتبدا تزيد زياده عن اللزوم. تمام. هنا الام بتبدا تجيلي وبنبدا بقى نعمل الفحوصات بتاعتنا وبنبدا نشتغل. يعني اذا الام بتلاحظ ان منطقه البطن اكبر، هو ده اللي ممكن يخلينا نحكم ان الطفل دوت مصاب بالسمنه. بالظبط. هو دايما بتبقى منطقه البطن، ويعني قليل جدا او بنسبه 20% بتبقى السمنه في الجسم كله، بس اكتر شويه منطقه البطن هي اللي بتزيد في الاطفال اللي هو من سن سنتين لحد سن ال 8 سنين او لحد 9 سنين، بيبقى دايما سمنه في منطقه البطن. بس هل دكتور اسلام يعني هل احنا مثلا زي الكبار لما بوزن نفسي مثلا، فانا اقول انا دلوقتي لا انا لازم انزل دلوقتي لدكتور اسلام، فالاطفال نفس القصه؟ يعني هل في وزن معين لما الام تشوفه تقول لا انا كده فعلا ابني مصاب بالسمنه فانا هتوجه للطبيب؟ هو كده كده الام بتبقى متابعه مع دكتور اطفال، فلو لقينا ان الدكتور طبعا الاطفال بيرشدها، هو بيبقى فيه رقم معين او فيه تشارت معين احنا ماشيين عليه. نعم. سن السنتين بيبقى فيه زياده حوالي من 8 ل 10 كيلو زائد السن. يعني مثلا لو انا عندي سنتين هيبقى الوزن المناسب بالنسبه لي 10 كيلو. نعم. 12 كيلو لحد 13 كيلو مفيش مشاكل. تمام. بالنسبه للكبار احنا طبعا بنطرح من الطول 100 او 95 او 105. تمام. يعني لو انا مثلا طولي 160 المفروض يبقى وزني مثلا 60 كيلو او 55 كيلو او 65 كيلو. تمام. يعني بنسيب 5 كيلو فوق و5 كيلو تحت. طيب. بالنسبه للاطفال بتبقى الشارت اللي احنا ماشيين عليها السن زائد 10 لحد سن 9 سنين، بعد كده بيبقى زائد 6 بس لحد من ال 8 سنين او من 9 سنين لحد سن 16 سنه. نعم. طيب دكتور اسلام، عايزين نعرف بقى الاسباب بتاعت السمنه في الاطفال. طبعا يعني احنا الاطفال تقريبا دلوقتي ما بقوش بيتحركوا طالما في تابلت وفي موبايل، وفي اسباب بقى اكبر من كده للسمنه؟ في طبعا اسباب للسمنه، هو في سببين، يا اما سبب وراثي. نعم. طبعا بنبدا نعمل فحوصات للغده الدرقيه، بنبدا نعمل فحوصات لمقاومه الانسولين اللي هنتكلم عليها بعد كده. تمام. بنبدا نعمل الفحوصات دي ونشوف لو في مشاكل في الغده الدرقيه او في خلل في الغده الدرقيه، وبيبقى واضح جدا للاطفال يعني، او متلازمه كاشن، او بيبقوا وشهم منفوخ شويه كده شويه من كورتيزون او كده يعني. نعم. بيبقى في اطفال مثلا مصابه بامراض صدريه او حاجه بتضطر تاخد كورتيزون لفتره. نعم. او بتبقى اسباب بيئيه، يعني مثلا الطفل بيبقى عايش مثلا في اسره مثلا بتحب الاكل او اكتر بتحب الاكل الليلي، بيحبوا مثلا الشوكولاتات كتير دون وعي، البسكوتات طبعا بكميات. مشاكل كبار مش اطفال بس دكتور. يعني كلنا بنعاني من الموضوع ده، وخصوصا بقى في الفتره اللي احنا فيها ديت الشغل قل شويه وقاعدين، فمأساة يعني. بالظبط. البيئه طبعا هي اللي بتحكم طبعا علينا. يعني ممكن يكون طفل هو وزنه مش كتير بس عايش مثلا في اسره مثلا بتحب الشوكولاتات الكتير، اللايف ستايل بتاع الاسره عامه، بتحب الشوكولاتات الكتير. نعم. بتحب الاكل الدسم، فبيبدا ان هو وزنه يزيد. تمام. طيب في مخاطر بقى لسمنه الاطفال يا دكتور؟
مخاطر سمنه الاطفال ان ممكن الطفل اللي وزنه زايد ممكن لا قدر الله يجي له مرض السكر او السكري، وده بيبقى مرض السكر ده بيبقى واضح قوي على الاطفال. بتلاقي بتبدا تلاقي منطقه الرقبه دي لونها اغماء شويه، تمام، منطقه القبط بتبدا الدنيا، نعم، برده لون الجلد بيبدا يتغير عن بقيه لون الجسم، نعم، ومنطقه العنب برده بيبدا اللون برده يتغير شويه. طيب انا استاذنك ناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا على طول. استاذ يوسف من اسكندريه، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ يوسف. انا كنت عايز اسال بس الدكتور، وانا كنت عايز اعمل بس ريجيم عشان انزل شويه الوزن. تمام، انت عندك كام سنه يا استاذ يوسف؟ 15. تمام. نعم. والوزن قد ايه؟ 70. تمام، وطولك؟ طولي 165. حضرتك حابب تسال على اي حاجه دكتور؟ في اي علامات او في لون غامق حوالين رقبتك او تحت او في القبط؟ في يعني بسيط. تمام، هل الاسره فيها تاريخ مرضي من السكر؟ جدتي عندها سكر. تمام، في تحاليل معينه كده هنعملها؟ تمام، نشكر اتصالك استاذ يوسف. اتفضل يا دكتور. في تحاليل معينه كده ممكن نعملها، نعمل تحليل مقاومه الانسولين، بيبقى صايم 8 ساعات وبنسحب عينه الدم وبنشوف نسبه مقاومه الانسولين عنده قد ايه عشان نطمن الاول هو دخل في سكر ولا هو لسه. تمام. مجرد السمنه عنده هو شويه اعراض نتيجه اكل زياده او كده يعني. نعم. فبنبدا الاول نعمل التحليل دوت وبنطمن عليه، طبعا زائد تحليل الغده الدرقيه ده مهم قوي بالنسبه للاطفال. تمام، طيب استاذن حضرتك ناخد اتصال من شروق. استاذ شروق، الو، السلام عليكم. حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايز اشكركم جدا على المجهود والحلقات الجميله اللي بتقدموها لنا. العفو يا فندم، من ذوقك. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ طبعا اتفضلي الدكتور مع حضرتك. انا عندي بنتي عندها 7 سنين وتخينه، يعني عندها 71 كيلو. عندها كام سنه يا فندم؟ 7 سنين. ومش عارفه يعني دي صغيره ما ينفعش تمشي على رجيم او اي حاجه. تمام، مش عارفه اعمل لها ايه. هي ينفع طبعا تمشي على رجيم، يعني او مش بمعنى رجيم، بمعنى حضرتك بس هتقللها. نشكر اتصالك جدا. بمعنى بس ان احنا هنبدا نقلل لها السكريات او الدسم اللي احنا بناكله في البيت. تمام، هو ده ما يعتبرش رجيم، بس ده يعتبر ان انا بدل مثلا ما بشبع مثلا بربع رغيف، او مثلا بدل ما بشبع مثلا بحته شوكولاتايه، انا بقى حولت الشوكولاته دي مثلا لربع رغيف مثلا. تمام. ان انا اشبع بيه. فهنستبدل كل الدهون وكل السكريات، هنستبدلهم شويه بالعيش او الرز او الـ بس الموضوع بيبقى فيه صعوبه برضو، يعني 7 سنين عشان اقول له ان انا مش هتاكل شوكولاته بيبقى الموضوع فيه صعوبه، صح؟ هو المفروض ان هو بيتابع مع حد متخصص طبعا. بس ما بقدرش اقول ان ده ممنوع وده ممنوع، لا بقدر اديه بس بطريقه مقننه شويه، بتبقى مره واحده في الاسبوع على الاكثر، وابدا اعود طفلي على كده. لان احنا دايما بنقول ان الطفل لحد سن 16 سنه هو بيبقى عنده عدد خلايا معين، يعني عدد الخلايا بيبدا يزيد لحد سن 16 سنه. بعد 16 سنه مفيش عدد خلايا بيزيد، ولكن اللي بيزيد هو حجم الخليه. يعني انا مثلا وصلت لحد سن 16 سنه عندي 100,000 خليه. نعم. بعد كده ال 100,000 خليه دول بيزيدوا في الحجم. تمام. فانا لو مثلا لو عديت سن 16 سنه ب 100,000 خليه مثلا، اللي هو مثلا هيكون مثلا 4 كيلو زياده، فانا كده هقدر اوصل مثلا لاوفر ويت مثلا مهما كان او مهما كلت، هوصل لاوفر ويت مثلا 8 كيلو او 10 كيلو بالكتير جدا. هو حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني ده حضرتك تقصد ان الطفل دلوقتي لو مصاب بالسمنه وهو مثلا 8 سنين هتلازمه بعد ما يكبر؟ بالظبط كده يا فندم، يعني السمنه بتبدا تتحدد من الصغر. لو انا عديت سن 16 سنه ده بعدد معين من الخلايا الدهنيه او باوفر ويت بسيط مثلا، نقدر نقول 4 كيلو 5 كيلو اللي هو الطبيعي النورمال اللي هو. تمام. موجود في معظم الشعب. بالزبط. يعني عديت السن ده باوفر ويت 4 5 كيلو، انا كده ضمنت ان انا مهما زيد هزيد 10 او 12 كيلو. تمام. لكن لو انا عديت سن 16 سنه مثلا ب 20 كيلو اوفر ويت، انا كده بحكم على الطفل ده او بحكم على الشخص ده ان هو بعد كده هيعاني من حوالي 40 و50 كيلو اوفر ويت، وطبعا هيبقى صعب معاه شويه النظام الغذائي، هنحتاج ان احنا بعد كده ممكن نعمل عمليه او حاجه. تمام. فعشان كده بنبه على الامهات دايما تاخد بالها من الاكل كويس جدا، موضوع السكريات نبدا نقلله، موضوع الدسم او الدهون نبدا نقللها خالص، عشان ابقى معدي الطفل بتاعي لازم سن 16 سنه ده لازم يعدي منه ما يزيدش في الوزن اكتر من 4 او 5 كيلو بالكتير، عشان ما احكمش على طفلي ده بعد كده او فيما بعد ان هو يعني من السمنه مدى حياته. يعني هي من الاعراض او الامراض اللي هي زي بعض الامراض اللي هي لازم تتعالج في الطفوله، ما نقدرش ان احنا نقول ان هو لما يكبر هيبقى يعمل مثلا. لا دايت. صعب جدا، ومهما حاول يعمل دايت بعد ما يكبر هيلاقي نفسه برضو بقى هيخس قد ما يخس، بعد كده هيرجع يزيد تاني. تمام. ده حتى بيدينا شكل في المجتمع ان انت مثلا تلاقي اتنين نفس السن او شخصين نفس السن ونفس طبيعة الحياة، احنا مثلا اتنين دكاترة نفس برضو، احنا اتنين بنروح العيادة مع بعض وبنشتغل مع بعض، بتلاقي واحد عنده اوفر ويت 10 كيلو، واحد عنده اوفر ويت 30 كيلو، ده. تمام. بياكل نفس الاكل وده بياكل نفس الاكل، بس النت ريزلت في الاخر او النتيجة النهائية في الاخر ان ده عنده 10 كيلو اوفر ويت وده عنده 30 كيلو اوفر ويت. تمام. طيب انا استاذن حضرتك ناخد اتصال من استاذة صبحية. الو، السلام عليكم. الو، استاذه صبحيه اتفضلي. ممكن نكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور، سامع حضرتك على طول.
اتفضلي. الو. ايوه مع حضرتك يا فندم. انا اسمي صبحيه. اهلا وسهلا. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. انا عندي ابني عنده 9 سنين والسن عاليه جدا ومبعرفش يقدر يطلع السلم ولا يعني ابعته يجيب لي اي حاجه، مش بيقدر، يعني مش بيقدر ان هو يتحرك، ان هو قاعد ليل نهار في رمضان برضه ويصوم مفيش نتيجه خالص. تمام تمام. طيب هو وزنه قد ايه؟ داخل على 70 كيلو. داخل على 70 كيلو. تمام تمام، نشكر اتصال حضرتك جدا. سمنا برضو سمنا يعني شوية. نفس القصه، لازم ان هي تتابع برضو مع طبيب تغذيه. بالظبط. الاطفال كمان لو انا هعمل نظام غذائي لطفل ما ينفعش ان انا احرمه من كل الوجبات، لان الاطفال مش زي الكبار مثلا نقدر نعمل لهم انظمه مثلا زي الانظمه الحديثه الصيام المتقطع. لا هنعمل لهم مثلا نظام الكاراتاي او نظام الكيتو او الدوكان دايت. لا، الاطفال بالذات بيبقى ليهم وجبات جزئيه خلال اليوم. يعني الطفل بتاعي مثلا لما يصحى من النوم مثلا هبدا اديله وجبه فطار مثلا، ممكن مثلا بيضه مسلوقه مثلا او اومليت مثلا مع واحد توست او مثلا او ربع رغيف بلدي. بعد شويه مثلا هبدا اديله مثلا خياره او طماطمايه او مثلا 3 وحدات مشمش او خوخ او برقوق ايا كان الفاكهه. تمام. ما عدا طبعا الموز والمانجا والعنب. ممكن مثلا في وقت الغداء هديله كميه مناسبه من البروتين مثلا اللي هي بنتكلم في ربع فرخه او مثلا تمن فرخه، على حسب طبعا سنه ما بنقدر نحدد كميه البروتين، زائد طبعا الخضار والسلطه، وطبعا العيش والرز ما يزيدش عن 20% من الوجبه او 25% من الوجبه. تمام. طيب استاذ حضرتك ناخد اتصال من ام يوسف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام يوسف. انا بس السؤال مش لابني، ليا انا. اتفضلي اتفضلي. انا وزني 58. تمام. وطولي 150. تمام. فعايزه يعني منطقه البطن عايزه انزلها بالارداف، اعمل ايه؟ تمام، نشكر اتصالك جدا يا ام يوسف. ام يوسف، يعني اعتقد الوزن ده مثالي الى حد ما ولا زياده؟ هو في زياده تحيه تقريبا 6 أو 8 كيلو. نعم. يعني الحاجات الموضعيه دي دايما بتبقى يعني الناس دايما عندها بطن او عندها منطقه الارداف كبيره، اللي عندها منطقه البطن بيبقى اكتر ده حد بيشرب مثلا مياه غازيه كتير او حد بياكل مثلا وجبات ليليه او في وقت متاخر من اليوم. فانا طبعا انصحها ان هي ما تاكلش في وقت متاخر. تمام. او اخر وجبه تبقى مثلا قبل النوم ب2 لـ3 ساعات، وتحاول ان هي تعمل رياضه او تمارين البطن على الاقل كل يوم 3 عدات في 30. تمام. 30 الصبح مثلا و30 بالليل، هتلاقي الدنيا معاها احسن كتير. وتحاول تقلل من العيش والرز اللي في او الكربوهيدرات بالذات في منطقه في طيب وقت في وجبه العشاء. تمام دكتور، هو معنى كلمه ما ناكلش متاخر دي بقى حضرتك تقصد بيها ان احنا ما ناكلش بالليل، ولا لو واحد، لو فرضنا ان حد بينام مثلا، يعني هو نمط الحياه بتاعه ان هو بينام مثلا الساعه 5 الفجر او 4 الفجر مثلا. تمام. فهل المقصود ان هو ما ياكلش قبلها ب3 ساعات، ولا ما ياكلش عامه من اول ما دخلت الساعه 6 المغرب مثلا؟ احنا عندنا هرمون اسمه هرمون الجريلين، ده هرمون الشبع. هرمون الشبع ده هو هرمون اللي بيديك احساس ان انت شبعت، او بيدي احساس ان خلاص نفسك كده مقفوله مش عايز تاكل. الهرمون ده بيفرز بالليل، بس لو حضرتك كلت بالليل او كلت في وقت متاخر الهرمون ده بيفرز. تمام. بتلاقي نفسك طول الليل عمال بتاكل 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 وما بتشبعش في الاخر. ده كمان بيؤدي الى ان انت هتلاقي نفسك مثلا، لو انا مثلا عامل صيام متقطع ومثلا باجي قبل النوم مثلا ب3 ساعات أو ب4 ساعات ما باكلش، هتلاقي ان انت خلاص اوتوماتيك انت خلاص عودت نفسك ان انت بالليل ما بتاكلش. نعم. لكن لو انت اكلت بالليل هتلاقي هرمون الجريلين ده اتفرز، هتلاقي هرمون الجريلين ده قصدي ما حصلوش افراز. نعم. فهتلاقي ان انت دايما جعان عمال تاكل 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 بالليل، فما تقولش لا انا اصل انا هاكل الساعه 12 مثلا وخلاص من بعد 12 ما هاكلش مثلا او كده، لا مش هتقدر تمسك نفسك، هتلاقي نفسك دايما يعني جعان. يعني الموضوع ليه علاقه بالوقت نفسه، مش شرط انا بصحى كام وبنام كام. لا، هو ليه علاقه ان في هرمونات بتفرز هي اللي بتقفل لي شهيتي بالليل. تمام. لو انت خليت الهرمون ده بيفرز بوجبه بسيطه او مثلا بتفاحه او ببرتقانه او بمشمشه او حاجه، هتلاقي ان انت شهيتك مش عارف تعملها كنترول خالص بالليل. تمام. احنا للاسف انتهى وقت الحلقه معانا سريعا. يعني انا عايز اشكر حضرتك دكتور اسلام الزيادي اخصائي التغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. اهلا وسهلا. على وعد من حضرتك بلقاءات اخرى، لان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده من المواضيع المهمه جدا سواء بالنسبه للاطفال او بالنسبه للكبار. تمام. وفي وقت مهم جدا. تمام. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. كذلك بتوجه بالشكر للساده المشاهدين، استنونا ما تروحوش في اي حته، هنكمل معاكم الحلقه بعد الفاصل.
بص لك. أيوة. صح. موضوع الفقرة الجديد في عالم طب الأسنان. بص لك انت صح. ايه اه بص لك انت. حط كده مش عادل كده تمام قولني كده. لا مش مظبوط. لا اهو جالك محمود اهو. تمام قولني. اه كده متهيألي مظبوط تمام. بس بقول لك آه محمود بقول لك ايه، بص تعالى كده ثانيه بص تحس الحته دي طالعه اكتر. بص حازم ما تحركش نفسك بالكرسي انت، بس لف وارجع تاني. ماشي يلا كده تمام. اه تمام تمام ماشي شغاله كده. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ونستكمل فقرات برنامجنا عياده الصحه. في الحقيقه طب الاسنان اتطور 180 درجه عن زمان، الحاجه اللي كانت بتاخد شهر وشهرين عشان تتعمل ممكن بقت تتعمل في يوم واحد. النهارده هنتكلم عن كل ما هو جديد في طب الاسنان، ولكن بدايه اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي دايما منورني دكتور حازم قطب اخصائي طب وجراحه الفم وتجميل الاسنان وعضو هيئه التدريس بكليه طب الاسنان. اهلا بحاجه دكتور. اهلا وسهلا وسهلا. منورنا دايما. بنورك ومستفيدين منك دايما. ربنا يخليك. الله يكرمك. دكتور حازم، يعني زي ما انا قلت كده موضوع طب الاسنان كنا زمان نسمع ان في حاجه عشان الدكتور، يعني كنا نسمعها مثلا حتى الاقي ناس كده بيقولي مثلا يعني عشان اروح اعمل حشو عصب قعدت شهرين رايح جاي شهرين رايح جاي. دلوقتي نسمع ان هو في جلسه واحده، كلمه في جلسه واحده. طب الاسنان فعلا اتطور لدرجه ان الحاجه بقت بتتعمل في يوم واحد؟ ده مش بس حشو عصب، ده حشو عصب وتركيبات اللي كانت بتقعد بالشهر والشهرين. تمام. لا الموضوع دلوقتي بقى ياخد جلسه. ده انا اقول لحضرتك على حاجه، لدرجه ان في عيان اتصل بيا قال لي انا وانا بفطر ضرسي اتكسر. حلو. ومش عارف اكل. قلت له تعالى انت هتتغدى على ضرسك وهو سليم. في نفس اليوم. الموضوع بالظبط استغرق ساعتين، كان مستلم تركيبه ضرسه كان كامل. تركيبه كمان مش يعني هو معالجوش بحشو. كان كراون تربوش. تمام. تربوش هو كان ضرسه معمول له حشو عصب اتكسر وهو بيفطر اتغدى بالكراون بتاعه بالتربوش بتاعه. في يوم واحد. في ساعتين. ازاي يا دكتور؟ بص حضرتك دلوقتي. يعني الموضوع الساده المشاهدين طبعا هيستغربوه. يعني من الحاجات الجديدة جدا. هي البروسيجر دلوقتي بقت تاخد ساعتين بالظبط. تمام. نقدر نسلم فيها طربوش او تركيبة لعيان. تمام. زمان كان التركيبات تبقى تتعمل بطريقة تقليدية ومختلفة جدا عن دلوقتي، كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان احنا بناخد مقاس للطربوش او لسنة العيان، نعمل لها موديل كده من الشمع، نعمل الشمع ده قارب زي الكب كيك كده، نصب فيه. تمام. المادة اللي بنعمل بيها الطرابيش او التركيبة بتاعت الاسنان. حلو. طبعا عيوب المشكله ايه؟ لو معانا فيديو حتى هتلاقي. تمام. هو في الفيديو هيبقى جاهز ان شاء الله معانا. اتفضل. هتلاقي الموضوع كان مرهق جدا للدكتور هو بيعمل التركيبه او للفني،
مشكلة انك بتسخن وبتسخن الماتيريال بتاعت التركيبة وبتحطها في قالب وبعدين تسيبها تبرد، ده وقت، ده غير ان هو وقت انت عندك هنا مشكلتين. في اول حاجة في هيومن ايرور، خطأ بشري، تمام، لانها معتمدة على العامل البشري. هو شغال، تمام، هو في حتى الفيديو هيبقى جاهز معانا، هو دلوقتي موجود شغال في فرن وعمال يسيح معدن ويسيح حاجات، تمام. بص حضرتك ده هنا شايف البيئة بتاعت العمل كانت عاملة ازاي. هو هنا المفروض ايه اللي بيحصل يعني؟ ايه هو بيسيح معدن، بيسيح المعدن، تمام، بيسيح عشان معدن عشان هيرميه في القالب اللي على شكل التركيبة، اللي على شكل الدرس اصلا، فيتعمل التركيبة، تمام، زي الكب كيك بالظبط، كيكة بتصبها في صينية، وبالتالي نسبة الاكيورسي او الدقة اكيد بتتغير. ليه؟ تمام. انا عمال اسيح حاجات واسيبها تبرد، في حاجات بتتمدد وبتنكمش، حلو، فبالتالي ما بتبقاش متليقة قوي على الدرس، مش بتبقى فت على الدرس بتاع العيان، تمام. ده طبعا بيعمل لي مشاكل بعد كده وبيدخل اكل. في طبعا شويه حاجات بدانا نراعيها. ايه بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ ايه ده؟ بيرمي المعدن جوه القلب، بيرمي المعدن جوه القلب اللي هياخد شكل الدرس اللي هو سيحه، تمام، جوه القلب، تمام، فيعمل التركيبه. طبعا ده زي ما قلنا بيعمل مشاكل في انها بتتغير نفسها، احجامها بتتغير. بدانا نراعي شويه ونعمل شويه حاجات، بس برضو ستيل لا في فرق. تاني حاجه زي ما حضرتك شايف كده، هي بيئه مرهقه، نعم، الموضوع لا ممكن خطأ بشري يحصل والعامل شغال او الفني شغال، وبالتالي ده هيضيع وقت الطبيب ووقت المريض. بالظبط، بضطر اعمل بروفا، تمام، البروفا دي عشان تعمل بخلي عيني استنى اسبوع، ولو لقيت البروفا كويسه بقوم واخد التركيبه اضيف، نعم، لها بقى اللون والحاجه، تاخد اسبوع كمان، ده لو انا محظوظ والدنيا كويسه، تمام. لكن في العادي عامه التركيبات بتاخد عشان العيان يستلمها من اسبوعين لشهر او اكتر، تمام، تمام. ده كان زمان بيحصل، ده زمان، تمام. طيب. دلوقتي بقى ايه اللي جد بقى علينا في دلوقتي بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل بقى في حاجه اسمها الكات كام، نعم، او التقنيات الديجيتال. التقنيات الديجيتال دي بقى ماشي، الموضوع معتمد على ان هو فرن ومقاسات وحاجات بتبرد وحاجات بتنكمش وبتتمدد وتتغير، لا خالص، تمام، بقى اسلوب الخرط، بينزل بلوك، البلوك ده يتخرط يطلع لي التركيبه. اذا انا يعني اقدر اقول ان انا عندي حاجه شبه القالب اللي كنت انا بعمله الاول، انا عندي القالب بقى نفسه دلوقتي، وانا بخرط جواه، بيتخرط القالب ده لغايه ما يطلع التركيبه. حلو قوي. يعني هيبقى مثلا معانا فيديو، تمام، هيجهز دلوقتي. فالتقنيه الكات كام دي، اولا خرط البلوك ده بيبقى تلت ساعه، تمام، ماشي. وفي الفيديو ده معانا، ده هل ده هل هو ده ولا دي كانت احدث طرق الشمع اللي كانت بتتعمل ده قبل ال قبل الكات كام، قبل الكات كام على طول، تمام، دي كانت، تمام، احدث طرق الشمع. طب ايه الهدف من موضوع الشمع اللي هو كان بيعمل ده؟ التركيبه بتاعته لهيئه شمع، ويعمل قالب للشمع ده، وبعد كده القالب يتصب جواه المعدن، يتصب جواه المعدن او السيراميك، الماده اللي بيتعمل منها التركيبه. الموضوع ده كان بياخد وقت قد ايه تقريبا؟ العيان كان بيستلمها مش اقل من اسبوعين عشان يعرف يستلم التركيبه، عشان ياخد التركيبه بعد اسبوعين. ده لو محظوظ والدنيا فل يعني، ده لو الفني شاطر والدكتوره جاب الحاجات مظبوطه. حضرتك شايف كده في مواد كتير بتستخدم، فالايرور او الخطا البشري موجود، موجود وبياخد وقت كبير، تمام. وبالتالي ان احنا بنتكلم اسبوعين، ده لو انت محظوظ ان ما حصلش خطا بشري في النص، تمام، لكن حصل، تمام، بشري، لا من عيد كمان، نزود كمان اسبوع عشان نعيد الخطوات تاني. تقنيه الكات كام بقى، بص حضرتك بيخش فرن ازاي، ده الاولاني برضه، تمام، ده الطريقه القديمه، فرن وبيتظبط ودرجة، نعم، حرارة وحاجات بتتمدد وبتنكمش وبتتغير، تمام. هنجيب بقى الفيديو اللي بعد ده على طول، حاجة تانية خالص. ايه بقى طريقة تانية اللي خالص؟ يعني ازاي بقينا نعمل ان احنا بعد ما نخرط ازاي؟ اولا اتغير بقى الموضوع من ان انا عمال اعمل بشمع التركيبة بتاعتي، لا ده انا بقيت اعملها على الكمبيوتر. بعملها ازاي؟ بنحس ان انا اعمل حاجة اسمها سكان. عارف حضرتك السكان بتاع الورقة لما نيجي نعمل سكان عشان اطبع ورقة؟ نفس الطريقة، تمام، دي بس كان. لا لحظه بقى يا دكتور، عشان انت دلوقتي دخلت في موضوع مهم جدا. احنا اكتر حاجه بنشوفها في العيادات ان تلاقي المريض خايف منها اصلا، بتاع التركيبات بالذات، يقول لك انت تاخد لي، طبعا انا بتخنق وبشرق وبعمل الكلام ده كله، ما بقاش موجود ولا ايه؟ بقى في ضمن طريقتين، يا اما بيبقى موجود بس بطريقه لطيفه جدا والموضوع بقى بسيط جدا ومدخل حاجه اسمها السكانر، تمام، او يا اما بيبقى دايركت، لا بسكان في بق العيان. ده هيبقى معانا فيديو ليه المفروض، معانا فيديو دلوقتي ليه طريقه الاسكان دي وقد ايه الموضوع اختلف وبقى كله، تمام، بقى كمبيوترايزد وديجيتالايزد الدنيا هل كلها. هل ده اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ بص هنا بنعمل سكان، هو هنا خد الطبعه بالطريقه التقليديه العاديه، خدها وصبها، تمام، خدها وصبها او بيعمل سكان للطبعه نفسها، مش لازم اصبها، علشان تمام، ما اسمحش ان يبقى في تغيرات
من الحجم بتاع السنه بتاعت العيان نفسه. طب ايه الهدف ان انا دلوقتي عملت الخطوه ديت؟ يعني ايه الهدف ان انا بعد ما خدت الطبعه وصبتها ان انا اروح اعمل لها سكان تاني بالكمبيوتر او من قبل ما اصبها ان انا اعمل لها سكان؟ انا برفعها على الكمبيوتر، بصمم التركيبه بتاعتي على الكمبيوتر وابدا اخلي الكمبيوتر يخرط لي تركيبه. ان الديزاين نفسه كمان او التصميم بتاع التركيبه هيتعمل على الكمبيوتر؟ لا بقى كمبيوتر. تمام. وتبدا التركيبه بتاعتنا تتخرط. تمام. هو هنا كده ده المفروض ان الليزر اللي طالع او الضوء اللي طالع دوت هو ده بالظبط اللي بيدخل التركيبه على الكمبيوتر. تمام. ساعتها انا رفعتها على الكمبيوتر وبدي اوردر الكمبيوتر هو اللي بيعمل لي التركيبه بتاعتي. تمام. ما بقاش بقى حته ان انا بعمل بايدي شمع وبدخل فرن والشمع يخرج والمعدن يدخل، ما بقاش في معدن. اذا احنا خلينا كل حاجه كمبيوترايزد، فالموضوع بقى مور اكيوريت بقى، ونقدر نقول ان الدقه بقت اكبر بكتير. بقى مور اكيوريت جدا. اولا مش واحد بشر هو اللي بيشتغل. تمام. تاني حاجه تلت ساعه بتبقى التركيبه مخروطه. تلت ساعه؟ تلت ساعه. انا بقول لحضرتك ساعتين في الاول على ما اشتغل واخد مقاس وابدا اعمل التصميم بتاع التركيبه، الاوردر الكمبيوتر بيعمل في التركيبه تلت ساعه. تمام. وفي نفس الوقت انا دلوقتي بقيت عندي دقه اكتر في التركيبه بتاعتي، فانا ضمنت عمر افتراضي اطول. الكمبيوتر هو اللي بيشتغل. تمام. تمام. مش بشر، مفيش خطا بشري، مفيش واحد متضايق شويه او عنده ظروف وهو شغال فيصدر منه خطا، وارد جدا احنا بشر طبعا. بس العمليه لما بقت كمبيوترايزد كلها الموضوع بقى اسرع كتير. هل الحاجات دي تبقى موجوده جوه العياده؟ يعني هل الاجهزه دي لازم تبقى موجوده جوه عياده الاسنان ولا مش شرط؟ في ناس بتبقى يعني هو غالبا بتبقى موجوده جوه العياده، بتبقى العياده جايبها. تمام. ولكن في كل الاحوال ان هو حتى لو انت حاجه بتوديها للمعمل اللي عنده الاجهزه دي بيقدر يسلمك نفس اليوم. هقول لحضرتك على حاجه، اللي بيحصل ان انا ايه، انا بعمل سكان او مسح ضوئي للطبعه او للمقاس او للصبه بتاعت العيان. تمام. انا ببعت للمعمل، لو انا شغال مثلا في مكان تاني بيعمل الحاجات دي، المعمل بيعمل الحاجات دي ازاي؟ ببعت له في ايميل. ايميل؟ ما هو كمبيوتر. يعني حضرتك مش محتاج ان يجي مندوب بقى ياخد الحاجه ويوديها للمعمل. ده كمبيوتر. تمام. تيك تيك ابعت الايميل. حلو. المعمل اللي عنده بقى السيستم كله يبدا يخرط التركيبه في تلت ساعه تبقى اتعملت. ده شيء عظيم. الموضوع اختلف 180 درجه. اختلف بطريقه رهيبه. تمام. طيب دكتور عايز نتكلم برضو عن الموضوع. بس برضو في فيديو معانا. تمام. هيبين موضوع الخرط ده. اللي هي خرط بقى التركيبه نفسها اللي جوه هو ده؟ ايوه. بص بقى حضرتك هنا. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ بس ده بلوك معمول من اجود انواع السيراميكس، مواد التركيبات كلها. يعني دي ماده التركيبه الخام. دي ماده التركيبه الخام. تمام. عباره عن بلوك مربع. تمام. المربع ده بينزل حاجات تخرطه. احنا دلوقتي خلاص بقى لا بقى في صب ولا بقى في القصص دي كلها. تمام. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ تربوش اهو اتخرط وبقى تربوش. على اي اساس اتخرط بالشكل ده يا دكتور؟ على اساس الديزاين اللي انا مديه للكمبيوتر. اللي انت كنت واخد له اصلا التصميم او الشكل؟ انا واخد سكان للعيان. تمام. والكمبيوتر عمل لي التركيبه للعيان ده بالطريقه اللي هو شايفها المظبوطه للعيان ده. تمام. وكل حاجه مظبوطه ديجيتال. هل السيستم ده بيسمح بتعديلات لو حضرتك عايز تظبط حاجه في التركيبه؟ لو عايز اظبط حاجه بظبط، عايز اضيف شكل معين بظبط، اضيف لون. انا لسه هسال حاجه بالنسبه للالوان برضو، بالنسبه لدرجه اللون. عملت الالوان تقريبا لا هي نفس لون السنه، مفيش اي اختلاف، برغم ان احنا بنبقى بنعمل دروس خلفيه اخر درس وتحته مش باين، لا بس بنراعي، لان دلوقتي احنا بقينا يا دكتور في عصر الميتال فري دنتستري او طب الاسنان بدون معادن. بدون معادن. تمام. بقى تمام. كل العيان جاي انا مش عايز معدن، مش عايز حاجه. قصه بقى الحشو اللي هو اللي كان الاسود اللاتيني الامالجم خلاص ده. حتى الناس كانت معفلوس زمان كانت بتعمل حاجات جولد ذهب. ما هي برضه شكلها مش حلو حتى لو غاليه. صحيح. ان هي غاليه تبقى حلوه. صحيح. بقى دلوقتي طب الاسنان بدون معدن، سواء كانت ذهب بقى ولا حديد ولا اي حاجه، ما بقاش فيه الكلام ده خالص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا شفت في، بس مش يمكن في، يعني في دوله عربيه، ان في عياده اسمها عياده طب اسنان اليوم الواحد. حضرتك شفتها؟ لا اوريدي انا بطبقه في العياده عندي. في العياده عند حضرتك اصلا بتعمل القصه دي؟ في العياده عندي. بيجي لي ناس، وخصوصا بقى لو كانت بتبقى عروسه او حاجه عندها ظرف، انا داخله عندك دلوقتي، انا قاعده معاك النهارده، اخرج حاجتي كلها متظبطه. بما فيهم بقى حشوات، تركيبات حاجه محتاجه حاجة. عصب، كل ده ممكن كل يتعمل في نفس طبعا اليوم. طبعا دلوقتي في طب الاسنان الناس الابديت دول اللي بتشتغل صح تقدر تنفذ ده. تمام. اقدر اراعي ان العيان ده عنده ظرف ومش عارف يجي لي غير يوم واحد، فادي له تركيبه، ادي له يبقى عنده سنه مخلوعه خرجه بيها. بس هل الموضوع ده ليه عيوب او حاجه؟ ليه عيوب او حاجه؟ يعني ليه عيوب عامه في طب الاسنان ولا هو؟ انا مش شايف له اي عيوب. تمام. خالص بالعكس، هو حل لي مشاكل كتير جدا. لا ما اقدرش اقول ان ليه عيوب. تمام. لان هو احدث حاجه وافضل حاجه حاليا في التقنيه في طب الاسنان. وهل بيستخدم في جميع انواع التركيبات؟ يعني اي نوع تركيبه اقدر اعمله بيها؟ جميع انواع التركيبات
تقدر نعملها بالطريقه الديجيتال، سواء كانت متحركه او ثابته. المتحركه كمان حتى المتحركه. خلينا نوضح للناس برضو ايه الفرق بين التركيب المتحرك والثابت برضو، عشان في ناس كتيره ممكن يجي يقول لحضرتك ايه، انا عندي مثلا خلع اسنان كلها بس انا عايز حاجه ثابته، فبيبقى المفهوم مختلط عليهم الامر شويه. طبعا موضوع متحرك او ثابت ده بيتوقف على العيان نفسه جاي لي حالته عامله ازاي، اولا بيدخن ولا ما بيدخنش، كميه العظم اللي موجوده عنده كويسه ولا لا. التركيب الثابت اللي انا هعمله ده انا بسند على اسنان، الاسنان دي قويه تديني سبورت كويس وعامل زي الكوبري، تديني سبورت كويس اقدر احمل عليها، ولا احط تركيبه وبعد كده التركيبه دي هتقع بالسنان اللي عليها. تمام. فبتبدا في فاكتورز كتير او عوامل كتير قوي بتحددني انا امشي في انهي اتجاه. دي ما يقدرش المريض نفسه يحددها يعني، دي ما يقدرش المريض يحددها، بس ساعات المريض يساعدني عليها. يعني المريض يبقى جاي لي يقول لي انا عايز تركيبه ثابته، اقول له حاليا ما ينفعلكش تركيبه ثابته. تمام. بس في حاجات ممكن نعملها تخلينا ينفع تركيبه ثابته، زي مثلا اقول له انك تبطل سجاير. طب ده ينفعني في ايه؟ اقدر ازرع لك بسجاير؟ ما اقدرش ازرع لك. بس الزراعة هيبقى ثابته بعد كده؟ الزراعه ثابته خلاص، يعني التركيبه اللي فوق الزرعه دي ممكن تبقى ثابته. بالظبط. تمام. وحتى بما ان احنا بنتكلم على الحاجات الريسنت تكنولوجي او الحاجات الحديثه في طب الاسنان، في زراعه كمان فوريه دلوقتي. زراعه فوريه كمان تقدر. يعني احنا مبقاش حته ان انا اقدر استنى شهور عشان احط زرع، لا بقى الموضوع دلوقتي مختلف. يعني على العيان المريض مهما كان عنده نقدر نقول انه ممكن يبقى في يوم يومين، ولكن برضه عشان نوضحها للناس ان في عوامل لازم برضه تكون متوفره فيه. متوفره. تمام. او هو يساعدني ان انا اعمل ده هقدر اعمله. ايه العوامل اللي ممكن تبقى متوفره في المريض عشان اقدر اخلصه كل حاجه في يوم واحد؟ بتبقى بعض الامراض ما تكونش موجوده عنده، يبقى صحته كويسه، فيتامين دي ليفل عنده كويس، كميه العظم عنده كويسه، كثافه العظم عنده كويس. نعم. طيب عايزين نتكلم بقى دكتور حازم عن موضوع التركيبات الثابته، عايزين نعرف انواعها بقى. التركيبات الثابته احنا عندنا في التركيبات الثابته نوعين. في نوع بيبقى حاجه اسمها بريدج او كوبري. تمام. بيبقى انا عندي سنه مخلوعه، السنه المخلوعه دي في منها جنبها سنه وسنه او درس ودرس، انا باخد الدرسين دول يعني اغطيهم واخد السبورت منهم زي العواميد بالظبط بتاعه الكوبري. تمام. اغطي لاب تربوش ولاب تربوش، والزق تربوش وشايل تربوش في النص على الاثنين. كوبري بالظبط، عمود وعمود، ولزقت تربوش او كراون في النص. ده ممكن يتعمل برضو بتقنيه الكات كام؟ ده بخلصه هو في نفس اليوم، يعني نفس القصه كام. نفس النظام. تمام. او يا اما ساعات بيبقى العيان ده درس وجه اتكسر، حلو، زي البيشنت اللي اتحرك عليه من شويه. تمام. وهو محتاج، لا مش هعرف اجيلك غير النهارده وعايز اخلص كل حاجه النهارده، ساعتها بظبط له الدرس واحضره له، اخد مقاس باي طريقه كانت، سواء دايركت ان انا اعمل سكان في بقه نفسه، او اما ان انا اخد مقاس واصب واعمل مقاس ده سكان. نعم. وبعد كده اظبط التركيبه على الكمبيوتر واظبط لونها وابدا ادي اوردر انها تتخرط. تمام. ممكن لو في صوره معانا هتيجي دلوقتي ان شاء الله. طيب بالنسبه لانواع التركيبات بقى كماتيريال نفسها او كماده خام للتركيبات ديت، تفرق ايه؟ زمان كنا بنستخدم المعدن او الحديد او الذهب، لو حد معاه فلوس وعايز يتمنظر شويه يقول لك انا بعمل سنه ذهب، ده كان زمان. تمام. دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما، بقى حاجه اسمها زي ما قلنا الميتال فري دنتري او طب الاسنان بدون معادن، اللي هو انا دخلت عند دكتور سنان خرجت بتناقش مع الناس اللي بره محدش عارف انا عملت ايه. بس عايز اقول حاجه يا دكتور، يعني قصه ان هو التركيبه المعدن دي مش شرط تكون في بق المريض باللون المعدني اللي احنا عارفينه المتعارف عليه، بتتغطى طبعا بالبورسلين، بتتغطى طبقه ثانيه. بس برضو بتبقى انت البورسلين او السيراميك ده شافف المعدن تحتيه مهما كان، صح؟ فمهما كان لونها ما بيبقاش مظبوط. تاني حاجه ان في بعض الناس بيبقى عندها مشاكل في اللثه بتاعتها مع المعدن ده، بيبقى اللثه حساسه شويه فتبدا تعمل رياكشن، يبدا يحصل فيه شويه التهابات. تمام. فحوالين الدرس. فاحنا ما بنفضلش النوع ده من التركيبات، انا شخصيا مش بستخدمه بقالي فتره كبيره، لكن هو مازال مستخدم. يعني هو مازال بعض مستخدمه، مازال مستخدم، وظبطنا موضوع الشكل بحيث ان احنا حطينا فوقيه بورسلين. تمام. بس برضو ما اقدرش اعمله في سنه اماميه. تمام. لا بيشف المعدن، ومع الوقت السيراميك اللي عليه والبورسلين بيبدا يتقشر والمعدن بيظهر. طيب وفي انواع ايه تاني بقى؟ في انواع تانية، ايه انواع بقى؟ اللي هي الفول سيراميك او التركيبه اللي كلها سيراميك مفيش معدن فيها خالص. نعم. زمان كان التركيبه دي مشكلتها ان هي بتبقى ضعيفه. تمام. دلوقتي لا، الموضوع اختلف. الموضوع دلوقتي ان التركيبه كلها سيراميك، والسيراميك قوي جدا، بظهرت انواع زي الزيركونيا زي الايماكس، بان نعمل حاجات رقيقه قوي بس قوي توصل لقوه المعدن نفسه. السيراميك الزيركونيا بيوصل لقوه المعدن وبيعدي احيانا. تمام. الايماكس بنعمله بطريقه وبنديله سمكه معينه يخليه يستحمل الظروف اللي هو فيها. تمام.
طيب عايزين بقى دكتور حازم نتكلم عن استخدام التركيبات الثابته في تجميل الاسنان. يعني احنا عارفين ان احنا دايما لما نقول لما يكون حد عامل عصب بنقول له عشان تحافظ على الضرس هتعمل تركيبه بالزبط. ففي بعض الحاجات الاستخدامات اللي احنا عارفينها، ولكن احنا عايزين نتكلم عن التجميل بقى. تمام، واقول لحضرتك على حاجه بالمناسبه موضوع العصب، البيشنت اللي اتحرك عليه من شويه اللي هو فطر على ده، انا كنت عامل له حشو عصب من سنتين وما عملش تركيب. تمام، ده احنا عايزين برضو الموضوع ده نوضحه جدا للناس عشان في ناس كتيره جدا تيجي تعمل العصب فبمجرد ما الالم بيزول بيقول لك بس انا خلاص كده انا كده كويس باكل عليه. فهو ده اللي حصل. فجي بعد سنتين بيقول لي انا بفطر، فاكر الدرس اللي عملناه من سنتين؟ قلت له فاكر طبعا فاكر. قال لي طبعا فاكر ده انا حافظه صم. قال لي بفطر النهارده لقيت، سمعت صوت كده بشوف كده لقيت في نص الضرس طالع من عندي. ف سمعتك يعني انا مش عايز اخلعه واحنا تعبنا فيه. قلت له انا اللي تعبت فيه. فده حله ايه؟ وانا مستعجل ومسافر وبتاع، فعملنا له. بس طبعا يعني ما بيبقاش في كل مره الموضوع بيبقى، مش هتسلم في كل مره. يعني ممكن احيانا يعني فعلا ان انا اعمل عصب. الموضوع كان مجهد جدا ان انا اقدر اشوف الضرس او بقايا الضرس تحت اللثه لانه كان مكسور بنسبه كبيره. هو في حالات ممكن ان الضرس فيها لما يتكسر، يعني انا عملت حشو عصب وما عملتش التربوش، وخصوصا يعني ايه، ممكن في بعض الايام في الوقت اللي احنا فيه ده بعض الناس تخاف شويه ان هي تعمل مثلا عصب، فيقول لك انا هستنى التربوش ده شويه بالزبط. تمام، فيتكسر الضرس. هل ممكن لو حصل كسر الضرس دوت الحل يكون الخلع؟ للاسف، وللاسف ما تقدرش تعمل حاجه. امتى بقى يعني امتى يحصل حاجه زي لما كده؟ لما يكون الكسر واصل للعظم تحت. تمام، يعني اللي نفعنا في الحالات اللي هنشوفها بعد شويه ان الكسر بتاعي كان تحت اللثه، ما كانش واصل قوي للعظم. فطبعا ده كان عنده مشكله بالنسبه لي انا، ان انا ما كنتش شايف كويس. فطريت انا استخدم ادوات معينه بشوف بيها، حاجات مكبره بشوف بيها. تمام، قدرت اشوف الضرس كويس، قدرت اظبطه واحضره، قدرت اخد له مقاس، فقدرت بتقنيه الكات كام برضو اقدر اعمل التكيه. ده نفس فكره تسوس الاسنان اللي هو لما يوصل تحت لما يوصل تحت الجدر خالص او العظم، لا بضطر اخلع السن. بالرغم ان هو ممكن يبقى لو عمل عصب هيرتاح، ولكن الضرس مش هيقعد معاه. الضرس مش هيقعد معاه، يتكسر. وبعدين العصب نفسه يبدا يبوظ، لانه هيبدا بقى يختلط بلعاب المريض، لانه هو اوريدي بقى منفذ خلاص دخل. يعني هي فكره حشو العصب نقدر نقول ان هي مجرد ان احنا بنعمل تعقيم واغلاق كامل للقنوات بالظبط. اتفتحت الاريا دي ايا كان منين اتفتحت، للاسف خلاص، لان السلايفا او اللعاب بتاعنا مليان بكتيريا، فما ينفعش البكتيريا دي توصل لحجره العصب. تمام، يعني حضرتك دلوقتي بتنصح بعمل التركيبات بعد اي فورا. حشو عصب فورا، وخصوصا تقنيه الكات كام دلوقتي بقت تخلي الموضوع سهلت الموضوع. انا ممكن اخلص حشو عصب احضر الضرس اعمل التركيبه على طول. تمام لو انا مش عايز يروح ويجي كتير. تمام، طيب عايزين بقى ايه ناخد في عجاله كده استخدام التركيبات في التجميل بقى. استخدام التركيبات في التجميل، ممكن يبقى الضرس عندي انا مورود بيه شكله مش حلو. تمام، اضطر ان انا لا انا محتاج اظبطه، او في شويه سبيسز مسافات، المسافات جميل. دي محتاج ان انا اقفلها، محتاج ان انا لا اظبط لون السنان الاماميه. تمام، وفي نفس الوقت التقويم هو حل ان انا اقفل بيه المسافات، بس هو حل بياخد وقت طويل، ناس كتير ما تحبوش. تمام، فاضطر ان انا اعمل تركيبات. تقنيه الكات كام خلتني ان انا اعمل تركيبات بجوده كبيره جدا، تبقى التركيبه متقفله، وفي نفس الوقت بدل ما كنت اقدر مثلا كان اوبشن قدامي ان انا اعمل تقويم، التقويم ده يقعد مثلا 6 شهور، يقعد سنه ونص. تمام، لا بقت في جلسه واحده انا قفلت السبيسز اللي عندي كلها. تمام، طيب هو يعني يا دكتور بالنسبه للكات كام برضو بنستخدمها في التركيبات ديت، او الحاجه اللي هي زي الفينير اللي كنا عارفينها زمان؟ كل حاجه تخص التركيبات الكات كام داخل فيها، نقدر نستخدم الكات كام. مدياني شكل جميل جدا. تمام، مدياني جوده رائعه، الفيتنج او الدقه رهيبه. الكمبيوتر هو اللي شغال، مش فني معنا. احنا للاسف انتهى وقت حلقتنا سريعا في نهايه الحلقه. بشكر دكتور حازم قطب اخصائي طب وجراحه الفم وتجميل الاسنان وعضو هيئه التدريس بكليه طب الاسنان. دكتور حازم حضرتك نورتنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. بنورك.